قال لي كده بقى عسل وخميره وزبادي ممكن يخلوا فرخك 3 كيلو. دكتور محمد ما تقول حاجه تتصدق، فرخه 3 كيلو قريبه من عمر شهر. الفراخ اللي قدام منك دي انا بصور الفيديو النهارده والفراخ دي عمرها 32 يوم، بس الفيديو ده ممكن ينزل بعد يوم او اتنين لان انا مصور عدد من الفيديوهات مره واحده. تعالى لي كده الميزان بتاعه اهو، والميه زي ما بقوله تكدب الغطاس، انا عايزين شغل على ارض الواقع يا دكتور. انا مش قاعد على المكتب اصور لك فيديو، لا الميزان بتاعي. والناس اللي تقول لك الجردل نص كيلو، شيل يا دكتور الجردل سالب نص كيلو، حط يا دكتور الجردل الميزان بتاعي مصفر. نجيب اي فرخه عشوائي على ما شخطأ. بص الفرخه اللي تيجي قدام منها، الفرخه تيجي قدام منها نحطها في الميزان بالراحه كده بتاعنا. بص كده 2 كيلو 800 جرام، عمر 32 يوم. عشان تصدقني وتعرف ان الخطوات اللي بقول لك عليها فعلا هتحسن معاك معدل النمو بطريقه ممتازه جدا. نجيب فرخه ثانيه اهي، تقول لك ايه ده فرخه ولا اتنين؟ بص كده 2 كيلو ونص. تعالى كده نجيب كمان فرخه ولا كفايه؟ لا نجيب كمان فرخه اهي اللي قدام دي، اصغر فرخه تقريبا يا جماعه. بس بقى اهدي بقى اهدي، 2 كيلو 100 يعني الفراخ مش هتقع في الميزان. انزلي بقى 2 كيلو 100، يبقى انا اصغر وزن عندي 2 كيلو 100. الفراخ كلها مضربه في بعضها نقول 2 كيلو 300، لان في فراخ 3 كيلو. بس انا مش هقدر ادور لك واطلع لك الفرخه الثقيله. شايف الاوزان بقى العملاق والدبابات؟ الفراخ اللي قدام منك دي اكله 3 كيلو و100 جرام علف. طب نشغل دماغنا، دكتور محمد ده كده مكسب جميل قوي، ازاي وصلت للشغل ده؟ ده اللي انا عامل لك قناه اليوتيوب مخصوص عشان اعلمك. انا عامل لك قناه اليوتيوب عشان ابسط لك التربيه، عايزك تنجح، عايزك تطلع ربح كويس جدا. كيلو علف ب 30 جنيه، الكتكوت ب 30 جنيه، فرخه بتاكل 3 كيلو يعني 90 جنيه، وكتكوت 30 يعني 120 جنيه، وقول 10 جنيه ادويه او فرختين ماتوا وشويه كهرباء عندك على ميه، نقول 10 جنيه فالفرخه بتكلفك 130 جنيه. اقول لك قول 135 جنيه، كيلو الفراخ ب 80 جنيه، يعني لو فرخه 2 كيلو هتبيعها بكام؟ هتبيعها ب 160، فانت كسبان 25 جنيه او 30 جنيه، فده ربح كويس جدا ليك. انت يعني ايه تكسب 30 جنيه فرخه؟ ولو انت سمعت كلام الدكتور هتطلع الاوزان الجميله ديت، فشوف بقى الربح بتاعك هيبقى شكله ايه وعامل ازاي. ربنا يبارك لكل واحد. فاتمنى من كل قلبي انك تسمع الفيديو للنهايه وتسمعني الصلاه حبيب في اول الفيديو، وتعمل لايك جميل للفيديو، واعرفك بنفسي انا دكتور محمد طبيب بيطري، غرض الارتقاء بتربيه الدواجن، واعلمك التربيه من البدايه للنهايه شكلها ايه. رقم واحد، الزبادي والخميره والعسل الاسود بخلطهم كلهم على بعض. ازاي يا دكتور محمد؟ هجيب 2 كيلو علف زي ما انت شايف كده، 2 كيلو علف. الخلطه ديت بعملها من عمر اسبوع، كل اسبوع بعملها مرتين من بعد عمر السبع ايام لحد ما تبيع الفراخ، مرتين اسبوعيا او ثلاث مرات اسبوعيا. هتجيب كيس خميره فوريه زي ما انت شايف اهو، وعلبه زبادي زي ما انت شايف كده. هتجيب علبه الزبادي وكيس الخميره وحط 20 سم عسل اسود على 2 كيلو علف، واخلطهم كويس جدا مع بعض، واتفرج بقى على الاوزان، اتفرج بقى على الشغل اللي هتلاقيه عندك. دكتور محمد انت متعود منه قبل ما يقول لك زبادي وخميره، متعود منه يقول لك احنا ليه بنستعمل الكلام ده. شغل دماغك قبل ما تسمع اي خلطه على يوتيوب، شغل دماغك وافهم ليه، وليه انا قلت لك علف ليه ما نستعملهاش في الميه. الخميره بالذات لو استعملتها في الميه، والعسل الاسود لو استعملته بجرعه كبيره في الميه يعمل عندك السلات. هتلاقي فراخك لما تيجي تبيع فرخه قد الدبابه حط على الميزان زي ما احنا بنشوف كده، مش هتديك وزن، هتلاقي شكلها من في الفيديو اكبر من الفرخه اللي انت شايفها كده، بس حطها على الوزن مش هتجيب كيلو 700. يبقى رق، غير الاسهالات والمشاكل المعويه والعلف اللي ينزل مش مهضوم. اي علف مش مهضوم بينزل ده خساره بالنسبه لي، احنا مش عايزين نوصل للكلام ده. عرفت بقى ان ليه قلت لك تستعملها في العلف مش الميه؟ طب يا دكتور محمد ليه اخترت الزبادي والخميره؟ الخميره اولا ده عباره عن فطر، لما الفرخ بياكله بينشط كفاءه الامعاء، والزبادي عباره عن بكتيريات نفع، فالزبادي والخميره الاثنين مع بعض بينشطوا بكتيريا النفع زي بروبيوتك كده بسيط، فاهمني؟ فبالتالي كفاءه الامعاء عندها هتزيد. لو الفرخه بتهضم العلف بنسبه 80% هتهضمه بنسبه 200%، لو بتهضم العلف او الوجبه مثلا الفرخه بتاكل 50 جرام بتهضمهم مثلا في ساعه، هتهضمهم في نص ساعه بالشكل ده، لان انا عليت كفاءه الجهاز الهضمي. طب العسل الاسود لازمته ايه؟ العسل الاسود فاتح شهيه، العسل الاسود عايز اقول لك بنشط الفرخ، غير الفيتامينات والحديد اللي فيه. فاتفرج بقى على النشاط اللي هتلاقيه عندك والحيويه، اتفرج بقى على التحويل. طب الخلطه ديت لو انت عملتها وما عملتش حاجتين اللي هقولهم مش هتدي معاك نتيجه. ازاي يا دكتور محمد؟ لا استنى بقى، عايزين نفهم. ناس كتيره جدا بتسمعني، دكتور محمد انا عملت الخلطه اللي قلت عليها وما جابتش نتيجه، دكتور محمد انا سمعت 100 واحد على اليوتيوب وعملت زي ما هو بيقول وما جابش نتيجه. شغل دماغك بقى واسمع النقطه اللي جايه دي لانها خطيره جدا. وقبل ما اقول لك النقطه اللي جايه دي شكلها ايه، 10 ثواني من وقتك بس كده، عامل لك عرض اسمه عرض متابعه بتابع فيه دوت الفراخ بتاعتك من عمر يوم لحد البيع، وده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا. بكلمك كل يوم في الفون، كل يوم على الواتس، انت بتكلمني بقول لك اليومين الجايين نعمل كذا، اليومين اللي بعدهم هنعمل كذا، في مشكله عندك في الفراخ بتصورها لي يا دكتور محمد، انا عندي مشكله 1 2 3 اتصرف ازاي، احل المشكله دي ازاي. هو ده عرض المتابعه،
اعمل كذا بكره، اعمل كذا بعده، اعمل عشاء كده بكره. هو ده تفاصيل عرض المتابعه. حابب تشترك معايا في عرض المتابعه؟ عندك 100 فرخ، عندك 200، 1000، 5000، كلمنا على رقم الواتس اللي قدامك على الشاشه، قول دكتور محمد انا عندي 100، عندي 200، عندي 1000، وعايز اشترك معاك في عرض المتابعه. اعزائي المشاهدين، عرض المتابعه بيكون بمقابل مادي بسيط جدا، يعني بنحاول نسهل ونبسط الدنيا عليكم. فاتمنى من كل قلبي انك تبقى يعني خد الموضوع تربيه الفراخ تحدي، وصدقني هتنجح. طب ايه يا دكتور الحاجات اللي نعملها عشان نوصل للشغل الجميل ده؟ طبعا الناس اللي بتسعى على المكان الاول، انا مكاني محافظه الاسماعيليه، مركز القصاصين الجديده. لو انت محتاج كتكوت، موجود عندك كتكوت اللي انت شايفه ده، يعني الناس اللي بتغش في الكتاكيت، مش عارف تربي وعاوز حد يتابع معاك، عملت لك عرض المتابعه. مش عاوز تشترك في عرض المتابعه للمقابل المادي ده، بصور لك كل يوم فيديو على اليوتيوب، انت مش ناقصك حاجه. كل الفكره انك بس تحط عندك عزيمه انك تنجح في تربيه الدواجن، هو ده الشعار بتاعنا. ايه الحاجات بقى اللي لازم اعملها مع الشغل ده؟ هستعمل خلطات، لازم اخلي بالي من مثلث النجاح اللي بيقولوا عليه كتير جدا. الناس اللي عارفاني عارفه دايما في كل فيديو بقول لك مثلث النجاح اوعى تنساه، مثلث النجاح اوعى تنساه. علق ورقه عندك في الحيطه كده على المكان اللي بتربي فيه فراخ، اكتب درجه حراره تكون مظبوطه، ثاني حاجه الاناره تكون مظبوطه، ثالث حاجه التهويه. ده مثلث النجاح في وجهه نظر. درجه الحراره بتاعت الاسبوع الاول 33، الاسبوع الثاني 31، الاسبوع الثالث 30 29، الاسبوع الرابع 28 27. دي درجات المناسبه لكل اسبوع. لو انت عامل درجات حراره اقل من كده مش هتدي معاك اوزان الفراخ، مهما تعمل في اعشاب، مهما تعمل في ادويه. طب انت عامل درجه حراره اعلى من كده، الفراخ مش هتدي معاك اوزان، مش هتاكل علف، مهما تدي في خلطات ومهما تعمل في ادويه. يبقى دي درجات الحراره ملائمه لكل اسبوع، ظبطها على هذا الاساس. ما تبقاش فراخك بالشكل اللي انت شايفه ده، درجه حراره قليله قوي، فالفراخ سعانه وبردانه وحضنه بعض ولم على بعض. دكتور محمد الحقيقه انا عاوزها تكبر، بتفكر على خلطات اعشاب، مش بتفكر ازاي الفراخ تبقى منتشره وفي نشاط وحيويه. شغل دماغك وافهم هترتاح في تربيه الدواجن. تاني حاجه هي الاناره. بلاقي ناس كتيره جدا، بما اننا في الشتاء، بص اللمبه ديت، الناس اللي متابعاني من عمر يوم لحد دلوقتي، اللمبه دي زي ما انت شايف كده على ارتفاع متر ونص اهي، وعلى ارتفاع مترين، ونفس الكلام في اللمبه دي بس دي لسه محروقه، ونفس الكلام في اللمبه هناك دي ما غيرتش ارتفاع اللمبه. بلاقي ناس تجيب اللمبه دي ويحطها لي في راسي كتكوت كده. ايه يا حبيب قلبي اللي انت عامله؟ دكتور محمد انا عايز ادفي الفراخ. اقول لك على حاجه، اعتبر انك دفيت الفراخ، حلو كده؟ حط اللمبه كده دفيت المنطقه دي بس. طب بقيه المكان هيتدفى ازاي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، انت دفيت المكان، اللمبه دي انت بتستعملها لحاجتين، تدفئه واناره. دفيت لكن مفيش اناره، المكان عندك هتبص كده، تعالى اتفرج في الفيديو، شايف الاناره عامل ازاي؟ المكان كله منور بصوره كويسه و10 10، لا انت هتلاقي عندك ايه؟ النص المكان مظلم، الاركان كلها مظلمه، مفيش الا البقعه اللي حوالين اللمبه بس هي اللي منوره، وبقيه المكان ظلم. يبقى انت كده هتلاقي اوزان ضعيفه، مش هتلاقي اي نشاط، اي حيويه، هتخسر. يبقى لازم الاناره ودرجه الحراره ظبطهم. الحاجه الثالثه التهويه، تهوي بحذر. من عمر يوم لحد 15 يوم بهوي من شباك قبلي، من بعد 15 يوم بفتح بحري بحذر، وبالليل اخلي بالي ان الجو بالليل بيبقى ساقع عن النهار. شغل دماغك في التهويه هتكسب، وانا عامل لك فيديو مخصوص عن التهويه ان شاء الله بعد الفيديو ده. على قد ما اقدر بحاول ابسط لك واسهل لك التربيه. انت ليه لحد الان مش عارف تنجح؟ صدقني هبيع الفراخ ديت وهنجيب فراخ مع بعض لسه عمر يوم، نوزنها مع بعض ونشوف موازين الفراخ قد ايه، والفرخ كتكوت عمر يوم تجيبه ازاي، تفرزه ازاي، تربي ازاي، تسمع شبه. هعمل لك دوره من البدايه للنهايه، قدر الامكان عايز اساعدك، فانت ساعدني وشجعني ان اكمل بانك تعمل لايك جميل للفيديو، وتنزل في الكومنتات تصلي على الحبيب وتدعي دعوه طيبه من قلبك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.